أكد الدكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض أن الهيئة تكثف جهودها لاستقطاب المزيد من حفلات الزفاف من مختلف دول العالم، بما يسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة مثالية لاستضافة الأعراس والاحتفالات. وأوضح الرئيس التنفيذي بأن مملكة البحرين بصدد استضافة حوالي 14 عرسا في الربع الأول من العام الجاري 2023 لعائلات تنحدر أو تقيم في عدة دول على مستوى العالم. وأضاف قائدي بأن الهيئة تعمل مع المنشآت السياحية في القطاع الخاص من فنادق ومنتجعات على تقديم جميع التسهيلات والخدمات اللازمة لإقامة حفلة الزفاف، بما فيها التنسيق مع الناقلة الوطنية شركة طيران الخليج وغيرها من توفير للخدمات والتسهيلات اللازمة، وذلك في إطار الجهود المبذولة من أجل تعزيز استقطاب حفلات الزفاف في مملكة البحرين ضمن المشروع السياحي فرحتكم في البحرين. وأشار قائدي إلى أن مملكة البحرين هيئت أماكن الجذب السياحي فيها كالمرافق السياحية ذات التصانيف العالمية والجزر والمواقع التراثية والشواطئ وحلبة البحرين الدولية وغيرها، لتكون البحرين بذلك مقصدا لإقامة مناسبات الزفاف، منوها إلى ما تزخر به المملكة من فنادق عالمية تناسب كل حفلات الزفاف والمناسبات التي تسبق إقامة هذه الحفلات، بالإضافة إلى الشركات البحرينية المنظمة والمختصة بقطاع الزفاف والمناسبات.